أهلا بكم. ضريبة القيمة المضافة ضريبة على المواطن أم ضريبة للمواطن؟ لماذا يتحمل المواطن هذا العبء الضريبي دون أن يتمتع بخدمات تنسجم مع نسبة الضريبة المفروضة عليه؟ من الذي يرسم السياسات الضريبية؟ من الذي أرهق المواطن؟ هل تساهم ضريبة القيمة المضافة في رفع الأسعار؟ هل غدا جيب المواطن هدفا للحكومات؟ وما هي حقيقة العلاقة بين مدققي الحسابات وبين الدوائر الضريبية؟ ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة لم تبقي في جيب المواطن ولم تذر. أرحب اليوم بضيوف الأكارم في استوديو ملاحقة اقتصادية، السيد خليل رزق عضو مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات، أهلا وسهلا. السيد دامي دحبور أمين سر جمعية مدققي الحسابات، والسيد ناصر طهبوب مساعد وزير المالية لشؤون السياسات سابقا، أهلا وسهلا بضيوفنا. حياك الله. في إطار حلقتنا اليوم حول ضريبة القيمة المضافة، بنحب نبدأ معكم كالمعتاد بتقرير سجلنا عن موضوع ضريبة القيمة المضافة، وبعد التقرير نبدأ حوارنا إن شاء الله. هاي ضريبة بتزيدها تفرضها الدولة بالإضافة للضرائب الموجودة على السلع. هذه الضريبة قاعد المواطن بيدفعها أكثر من مرة وأكثر من مرتين وأكثر من ثلاث. يكون عبارة 16%، فرضتها كانت 15%، هلا تغيرت وارتفعت ل 16%. المواطن بيدفع ضريبة كل شيء في البلد. هذا عداد هواء وماشي. بداية ضريبة القيمة المضافة في فلسطين كانت في عام 1976 عندما فرضها الاحتلال بهدف تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وبقي الأمر على ما هو عليه حتى قدوم السلطة الفلسطينية في عام 94، وأقرت هذه الضريبة في اتفاق باريس بشكل رسمي، وأتى في نص الاتفاق تلتزم السلطة بمعدلات الضرائب والرسوم الأخرى التي تفرضها إسرائيل، كما وتلتزم بمعدل ضريبة القيمة المضافة والمعتمد في إسرائيل مع قدرتها على تخفيضها بما لا يزيد عن نقطتين، وهذا ما هو مطبق حتى الآن، إذ تبلغ قيمة الضريبة في فلسطين 16% ولدى الجانب الإسرائيلي 18%. تكون ضريبة القيمة المضافة على كافة مراحل السلعة وبنفس النسبة في كل مرحلة، وهي تطال كافة السلع الضرورية والكمالية. وبمثال بسيط يمكننا أن نبين كيفية احتساب هذه الضريبة. لو افترضنا أن سلعة معينة تكلف المنتج 100 دولار، فإنه بحسب قانون ضريبة القيمة المضافة البالغ 16% يصبح ثمنها 116 دولار، وبهذا السعر تصل لتاجر الجملة الذي تفرض عليه ذات نسبة الضريبة، وبذلك يرتفع ثمن السلعة ل 123 دولار، وتستمر السلعة لتصل لتاجر التجزئة الذي تفرض عليه الضريبة للمرة الثالثة ليصل ثمن السلعة إلى 130 دولار، وبهذا الثمن تصل إلى المستهلك الذي يدفع ثلث سعر السلعة ضرائب. وتشكل ضريبة القيمة المضافة أكبر الحصص المساهمة في موازنة السلطة، إذ تشكل حوالي 30% من الإيرادات العامة، وما نسبته 50% من الإيرادات المحلية، وحوالي 60% من الإيرادات الضريبية. هذه الأرقام تبين لنا مدى اعتماد ميزانية الدولة على هذه الضريبة التي تعتبر عالية جدا بالمقارنة مع دخل الفرد الفلسطيني. نور الدين مرزوق، الفلسطينية. أهلا بكم من جديد. ناصر طهبوب كمساعد لوزير المالية سابقا لشؤون السياسات، أبدأ معك. الغائب في هذه الحلقة حقيقة، وهذه إشكالية من وجهها دائما في هذا البرنامج، وزارة المالية. الأصل عند الحديث عن السياسات المالية أن تكون وزارة المالية حاضرة براسمي السياسات في وزارة المالية. هل تقديرك كمساعد سابق لوزير المالية هناك ما يحول دون أن تخرج وزارة المالية على البلأ لتقول هاي سياساتي، هاي أرقامي، هذا اقتصادي، هيك بفكر، هيك رح نكون حتى على الأقل نحاول نبعد بعض الشوائب عن حال الغموض الاقتصادي والخاص تحديدا في موضوع السياسات المالية اللي عم نعاني منها بشكل مستمر ولا نجد أي حلول بالأفق. كيف تبرر بداية، إذا تسمح لي أبدأ من هون، غياب واضح لوزارة المالية؟ هذا من الطبيعي، يعني واجب الدولة أن تعرض سياساتها المالية وسياساتها الإنفاقية، وعادة تعرض هذا الموضوع يعرض في الموازنة التي تقدم، التي تقرب الحكومة ومن ثم تقدم للمجلس التشريعي من أجل المصادقة عليها. وبالتالي الضرائب عادة تقر على شكلين، أولا على شكل قانون الضريبة نفسه، ومبالغ الضرائب تقر في الموازنة، وهذا يعني الأصل والمفترض في كل الدول العالم، أنه
لا تجبأ أي ضرائب بدون قوانين، سواء قانون الضريبة نفسه أو قانون الموازنة الذي يحدد المبالغ المتوقعة لجبايتها من أجل تسديد النفقات. أنا أعتقد يعني دفاعا عن وزارة المالية، وزارة المالية تحاول أن تضع موازنة قابلة للتمويل، ويعني المنطق البسيط بقول أنه إذا ما كانش بالإمكان وضع موازنة وتبيان بمعنى نفقات، ومن ثم أن يكون هنالك مصادر كافية لتسديد لتمويل هذه النفقات، إحنا في مشكلة. أنا أعتقد أنه اليوم وزارة المالية بتسعى بأقصى جهد ممكن لتبيان نفقاتها التي تعمل على تقنينها بالشكل الأقصى، وفي نفس الوقت أن تجد لنفسها مصادر تمويل كافية سواء من الضرائب أو من القروض أو المنح أو المساعدات الدولية. أعتقد أنه يعني الآن في هذه الأسابيع وزارة المالية تسعى بأقصى جهدها لعرض موازنة أولا على الحكومة لإقرارها، ومن ثم عرضها على لجان المجلس التشريعي من أجل أن تكون يعني تمثل ولو بشكل جزئي تفاهمات مع المجلس التشريعي أو لجان المجلس التشريعي أو كتل المجلس التشريعي الفاعلة حاليا. طيب جميل، احنا كنا يعني بنحب كمان نسمع هذا الكلام بلسان وزارة المالية حتى نناقش في بعض السياسات وبعض الأرقام بصورة فيها أكثر توغلا. خلي رزق، البعض بيدعي أنه جزء من فلسفة التهرب الضريبي، وهذا مش موضوعنا، موضوعنا الشق الآخر، غياب الثقة بين الدوائر وبين المكلفين أو بين أصحاب العلاقة مع هاي الدائرة. هل هناك فعلا حالة غياب ثقة أو شبه خلافات أو نزاعات مع وزارة المالية تحديدا، طبعا الدوائر الضريبية اللي بتراجعوها وبصورة خاصة ضريبة القيمة المضافة؟ مساء الخير. يعني أنا باعتقادي صحيح كل ما تفضلت به، بس ولكن أنا يعني أود أن أبدأ بأنه يعني إحنا بلزمنا في البداية قانون فلسطيني لهذه الضريبة. حتى الآن ليس لدينا قانون فلسطيني نعمل به لغياب ضريبة القيمة المضافة. أنا باعتقادي أنه إحنا يعني حالة التهرب الموجودة هي فعلا سببها بالدرجة الأولى عدم وجود حالة ثقة بين المؤسسة وبين الحالة العامة. شو السبب بحالة عدم الثقة؟ ربما يكون عدم وجود سياسات سليمة. سياسات الإنفاق الذي تحدث عنها أخي ناصر، يعني أنا إذا بدي أدفع ضريبة كمان أنا من حقي أسأل كيف تنفق هذه الأموال. أي شخص في القطاع الخاص هو مكلف لغايات ضريبة القيمة المضافة، قبل ما أن تسأله عن دفاتره وعن حالات التهرب التي ممكن أن يمارسها في بعض الأحيان، بالمقابل يجب أن تقدم كشفك ودفاترك وأن تكون في حالة شفافة إلى أبعد الحدود. في غياب للشفافية مع الوزارة؟ أكيد في غياب للشفافية. أكيد. أنا تحدثت مع وزير المالية قبل فترة بسيطة وقلت له معالي الوزير، قبل اللجوء إلى المؤسسات والقطاع الخاص للحصول على معلومات عن حساباتهم ودفاترهم، يجب أن تطلع أفراد شعبنا ومؤسساته ومؤسسات المجتمع الوطني في هذه البلد على دفاتركم وعلى حساباتكم. وهذا مش حاصل، وهذا مش حاصل حتى الآن. أكيد مش حاصل. الشعب حتى الآن لا يثق في هذه المؤسسة من خلال سياسات الإنفاق، ونحن تحدثنا في أكثر من موقع في الوزارات السابقة، وكان لقاءات حوارية مع رئيس الوزراء السابق بهذا الاتجاه، وطالبنا إعادة النظر بسياسات الإنفاق اللي احنا مقتنعين إنه في مبالغة فيها. ومن هون ننطلق إنه يجب أن تبني حالة الثقة بهذا الاتجاه، البدء أولا بالمؤسسة العامة. وأنا باعتقادي أنه تيجي أنت تكلف المواطن بالإنفاق على الدولة في ظل وجود الاحتلال، هذا غير مقبول. يجب أن يدفع الاحتلال ثمن وجوده وثمن احتلاله لهذه لدولتنا، وبالتالي أن تقول أن هناك اكتفاء ذاتي، وسنصل للاكتفاء ذاتي كما كان يتحدث البعض في السابق، وربما الآن أنا لم أسمع حديثا بهذا الاتجاه، هذا كلام مغلوط ومردود. الاحتلال
ومن يعاونه يجب أن يدفع ثمن هذا، ثمن وجود هذا الاحتلال على أرضنا. أنت يعني لا ممكن، يعني لا يجوز أن تتحدث عن سياسات مالية وعن جباية ضريبة عالية واكتفاء ذاتي في ظل وجود احتلال. الاحتلال هو معيق، ومعيق كبير جدا باتجاه الاستثمار وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ولا يمكن وضع سياسات عامة بهذا الاتجاه، لأن الاحتلال سيقف معيقا والكل يدرك، وتحدث رئيس الوزراء وكثير من المسؤولين بهذا الموضوع باتجاه مناطق سي التي هي العمق الاستراتيجي. يعني تقديرك السياسات الحالية خلي رزق عم تعفي الاحتلال من مسؤولياته إذا حدا تحدث بهذا الاتجاه عن شعب تحت الاحتلال. أستاذ سامي، تقديرك فعلا في حالة من غياب اليقين والثقة بين المكلف بدفع الضريبة ولا أنت المفترض بتمثل آلاف منهم مع هاي الدوائر، وفي المقابل أنا عم بدفع لك ضريبة، طب حالة الثقة مش موجودة ليش؟ بدقيقة لو سمحت قبل ما نأخذ اتصال. يعني أنا بحب أنه أبدأ في تفصيل الضرائب ونوعيات الضرائب، الضرائب المباشرة والضرائب الغير مباشرة. دائما الضريبة الغير مباشرة زي ضريبة القيمة المضافة وزي الجمارك والمكوس هي الأسهل تحصيلا والأيسر والأقل كلفة على الدولة، ومثل ما تفضل دكتورنا بس هي أكثر كلفة على المواطن. هي لا يعني وهي أكثر كلفة على المواطن، لكن كون المواطن يعني في النهاية يعني برضه انتماء وطني، يعني دفع الضريبة انتماء وطني، لكن لا يشعر المواطن بدفع ضريبة القيمة المضافة لأنها بتيجي على السلعة. الآن احنا في ان يعني من أجل إزالة عامل الثقة، يعني من تجسيد الثقة ما بين المواطن دافع الضريبة والدولة، في هناك أشياء كثيرة ممكن تكون فيها الدولة بحيث أنها يعني تحد من الفجوة ما بين توقعات دافع الضريبة وما بين الهدف من دفع الضريبة. الضريبة في لها أهداف، يعني لا يجوز فرض الضريبة عشوائيا لأنه أنا بدي أفرض الضريبة. بس هل الأهداف هاي عم تتحقق؟ يعني بما فيها العدالة وإعادة توزيع الدخل يعني ويعني الأخذ بعين الاعتبار ظروف الناس الاقتصادية، ولا الضريبة هي مجرد جسم لا يرى لا يبصر إلا جيب المواطن فقط لا غير؟ مش الأصل برضو في الضريبة يا سيدي تكون تحقق شيء من العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل، ولا تساهم كمان بأن الثري يصبح أكثر ثراء والفقير ينحدر أكثر نحو الفقر؟ يعني هي الأعباء الملقاة على عاتق المكلف الضريبة يعني أعباء كبيرة، ومثل يعني ما حكى الأستاذ ناصر برضو الأستاذ خليل إنه في عنا إحنا موازنة للدولة، في هناك واجبات على المواطن إنه يرفض موازنة الدولة، وهو الممول الأساسي، المكلفين هم الممولين الأساسيين لوزارة المالية، وبالتالي أنا يعني ممكن يكون في هناك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة ونظرا للي بتمر فيه المنطقة من ظروف احتلال وإغلاق وظروف يعني عدم السيطرة على المعابر وعدم يعني السيادة الكاملة، ممكن تكون في هذه السياسات الضريبية ممكن يشوبها بعض الخلل، والمفروض إنه إحنا نراجع هذه السياسات الضريبية. نعم. الآن يعني في مواضيع ثانية اللي يعني المفروض نحكيها بخصوص الضريبة. الثقة إحنا مش إحنا اللي بس منعزز الثقة كمدققين حسابات ما بين الدولة، في واجب على الدولة إنها تعزز هذه الثقة. مثلا في صندوق الرديات أو الإعادات، في قرار رئيس مجلس وزراء أو رئيس وزراء بإنشاء صندوق اللي يعني لمعالجة موضوع الإعادات الضريبية بقيمة 17 مليون. طيب ليش هذا لم يفعل؟ ليش المواطن بدفع الضريبة ولما بده يسترد ضريبة نتيجة صفقاته؟ هذا حقيقة اللي كنا نتمنى وزارة المالية بصورة مباشرة تجاوبنا عليه، لكن بعض الأمور تتعلق بالسياسات إحنا راح نرجع فيها للأستاذ ناصر طهبوب. إذا بتسمح لي أخذ اتصال ومشاركة ضيفنا من القدس المحتلة المستشار القانوني محمود شحادي. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إحنا عم نحكي اليوم عن ضريبة القيمة المضافة، وأنا تحديدا طالبك في هذا البرنامج وخاصة بعد ما عرج عليه خليل رزق حول قانون ضريبة القيمة المضافة. بعض الآراء تدعي أنه ما في هناك قانون فلسطيني لضريبة القيمة المضافة. حاب أعرف منك حاليا إذا ما في قانون لضريبة القيمة المضافة إحنا عم نجبي ضريبة الآن بأي قانون أو على أي أساس؟ الله يمسيكم بالخير كلكم بما فيهم ضيوفك الحلوين الأكارم والسامعين كمان. يا سيدي قانون الضريبة ما في قانون إنما هو نظام، والنظام مفروض
من زمن الاحتلال نظام 85 اللي أصدروا مائير بسنة 85، وهذا نظام الضريبة اللي معمول فيه بفلسطين وليس قانون، في حين أن القانون الأساس الفلسطيني بيقول لا ضريبة ولا رسوم إلا بقانون. إذن بنظام هل يجوز فرض ضريبة؟ هذا سؤال قانوني بده جواب كبير وبده وقت طويل للنقاش فيه وبحثه ودراسته. إذن الآن في نظام، وهو نظام عبارة عن أمر عسكري تقريبا، وأنا أعتقد في حال إعلان الدولة من يوم ما أعلنت الدولة وأصبحت دولة فلسطين، وإن كانت دولة مراقب فقد التغت كل القرارات والأوامر العسكرية بإعلان الدولة، إذن بهذه الحالة ممكن يكون هذا النظام قد التغى على اعتبار أنه أمر عسكري، وتجب السلطة الآن هذا الضريبة اللي هي الضريبة المضافة بشكل غير قانوني وغير دستوري. هذا يعني إذا كان تبحث فقط عن الناحية القانونية، لكن أنا سامع. نعم، هاي النقطة يعني بحب أوضحها تماما للسادة المشاهدين. المستشار القانوني محمود شحادة، هل وزارة المالية الآن تجبي ضريبة، بل وهي الضريبة الأكثر تأثيرا على جيب المواطن بنسبة 16% بدون قانون؟ الضريبة زي ما أنا حكيت، هلا الضريبة فرضت بنظام من زمن الاحتلال من 85 قبل وجود السلطة. الآن هذه الضريبة فرضت بموجب نظام استنادا لقانون الجمارك والمكوس الأردني 62، واستنادا للمادة 2 و6 و5 من قانون الضريبة على الاستهلاك أيضا. هذا النظام بحد ذاته هو يخالف القانون، لأن القانون أردني أصلا، ولا يجوز فرض نظام وضريبة. إذن هو أمر عسكري، لأنه اللي موقع عليه في نهايته بال 85 هو عسكري اللي هو ضابط الإدارة المدنية في حينه. لا، أنا بقول رأيي القانوني بأنه هناك خلل موجود تشريعي عند السلطة، وهو يتمثل بشكل واضح أن هذه القوانين والأنظمة والقرارات العسكرية التي فرضت في قبل إعلان الدولة هذه أصبحت لاغية بإعلان دولة فلسطين، لأنه لا يجوز تطبيق قرار عسكري على دولة. الآن أنت تدعي الاستقلالية والاستقلال، إذن ما في عندك قانون يجب أن يفرض عليك من المحتل. علشان هذا وسندا للقانون الأساس اللي بيقول لا ضريبة ولا رسوم إلا بنص قانون، إذن هذا القانون أصبح في حكم الملغي من تاريخ إعلان الدولة. هذا رأي ممكن يكون صح، ممكن يكون وجهة نظر عند الإخوان القانونيين يخالفني الرأي، لكن هذا رأيي القانوني أنا. شكرا جزيلا، شكرا للمستشار القانوني محمود شحادة، كنت معنا من القدس المحتلة. أستاذ ناصر طهبوب، يعني هل نجبي ضريبة قيمة مضافة بلا قانون؟ لا صحيح اللي تفضل فيه الأستاذ محمود بخوف، ما أعتقدش أنه هو الأساس الصحيح. أولا حتى يعني نكون واضحين، ضريبة القيمة المضافة أنشئت استنادا لقانون المكوس على المنتجات المحلية لعام 1963، وهي مبنية على أساس قانوني. صحيح أن الاحتلال فرضها، لكن في قانون المكوس على المنتجات المحلية، وهذا نظام ضريبة القيمة المضافة اللي سماها قانون نظام المكوس المضافة هو استنادا لهذا القانون. وأنا يعني بعتقد أنه يعني في هذا يعني الموضوع، لا في هذا الموضوع مش بأمر عسكري نحكي، لا يعني هي نشأت بأمر عسكري، بس احنا متفقين أنه فيش قانون محلي حاليا. خليني رزق أشار أنه ما في قانون فلسطيني. خليني أكمل، لأنه هذا يعني شو يعني هذا يعني بده أساس صحيح. المرسوم الأول لسيادة الرئيس أبو عمار قال أن كل أنظمة السارية في 94 تبقى سارية ومستمرة، وبعتقد أنه يعني تم التفكير بكل التحديثات والتطوير ويعني ما يتطلب عمله
في مجال الإطار القانوني. أنا بدي يعني بدي أضيف لهذا الحديث الوضع القانوني. في قانون أساس قانوني لضريبة القانون المضافة موجود ويعني لم يطعن فيه ولا مرة. تقديرك على مدار 20 سنة ما فكرنا ولو لحظة واحدة يكون عندنا قانون محلي حتى ما تشوفوا شعبي. عندنا هلا قانون ضريبة الدخل، عندنا قانون ضريبة أملاك، يعني أخي طلعت بس ما عندنا قانون ضريبة خليني أكمل لك بس لأنه يعني بحاجة للتوضيح. قانون ضريبة القيمة المضافة، نظام ضريبة القيمة المضافة هو متشابه في كل دولة من دول العالم بنسبة 95%. يعني نحن لن نخترع العجلة مرة أخرى، وحتى لو يعني صغنا قانون مش رح يكون مختلف إطلاقا عما هو موجود. ضريبة القيمة المضافة ضريبة حديثة عمليا في الأواخر الخمسينات، والنظام الذي أعد في كل دولة طبقت ضريبة القيمة المضافة بمجملها ب 95% منها متشابه، سواء بالإجراءات سواء بالصفقات الخاضعة سواء بطريقة التحصيل. أنا يعني بحب يعني أثر النقاش في مجال محدد. منظومة أي ضرائب في العالم، منظومة أي ضرائب في العالم سواء ضريبة مباشرة ضريبة غير مباشرة، هي تتكون من 4 زوايا، وهذه الزوايا يجب أن تكون متوازنة، ويجب أن يكون في تكامل بالعلاقة وتفاعل من أجل تطويرها. الزاوية الأولى القانون، التشريعات الضريبية، وهذه في واضح انه فيها خلل. انا لا اعتقد يعني في مستشار قانوني بيحكي انه فيها خلل، وخليه رزق برضه يعني كجمعيه مدققي حسابات بيقول انه فيش عندنا قانون. شو اللي كان يمنع ناصر طهبوب؟ ليش ما عندنا قانون؟ يعني خليني انا ليش ما عندنا قانون فلسطين؟ ليش لغايه الان نطبق نظام عسكري مفروض علينا؟ اولا بكل الفكر القانوني والفكر الضريبي الاشياء تبقى على ما هي الا اذا اتي باحسن منها. هذا الفكر القانوني، هذا الفكر القانوني، هذا الممارسة العملية لإدارة المجتمع. ما لم يستحدث إشي أفضل، وأنا بقول يعني هذا أفضل الموجود كقانون، هذا أفضل الموجود. أنا ممكن بس نأخذ رأي خليل رزق سريعا، هذا أفضل النظر، هذا أفضل الموجود أو غير أفضل يعني أو غير ذلك. أنا باعتقادي يجب أن يكون فلسطينيا لنا قانون حتى لو نقلنا نقل، وأغلب القوانين الموجودة تم الاستعانة بمنظومة الدول المحيطة، فما يمنع بوجود قانون لهذه الضريبة حتى نشبيها من خلال قانون فلسطيني. لو حدثنا يعني بدون أي تغيير أخي ناصر، بدون أي تغيير، لماذا يكون هناك حتى الآن نعمل ضمن تعليمات وأوامر عسكرية كما كان في السابق؟ إحنا الآن أصبحنا دولة كاملة العضوية غير كاملة العضوية. فخامة الرئيس ذهابه إلى الأمم المتحدة حتى ننتقل لمرحلة سياسية أخرى، فبالتالي يجب أن نكون جاهزين قانونياً بكافة القوانين الموجودة. نعم سامي دحبور، تقديرك لو كان في قانون فلسطيني حتى نطلع من قضية التشريعات، ما نحول الحلقة لقانونية، إحنا الأكثر من حاول نسلط الضوء كضريبة قيمة مضافة. تقديرك لو بده يصير عندنا قانون ضريبة قيمة مضافة ممكن تصير الضريبة 9% أو 8%؟ طبعاً يعني الإجابة التقليدية من الحكومة معروفة، باريس ونقطتين بيننا وبين باريس كبروتوكول باريس، عندنا 16% وفي تل أبيب 18% بالوقت اللي سكان إسرائيل أو الفرد في إسرائيل بيدخل عليه 33,000 دولار سنويا وأنا أقل من 2,000 دولار. تقديرك لو إجا عندنا مشرع قال توقف الآن عن جباية هاي الضريبة، لازم يكون عندنا قانون ضريبة قيمة مضافة، ممكن تصير 11% حتى نخفف شوية هالعبء الثقيل على المواطن، كون البعض يعتقد أنها ضريبة غير عادلة تأخذ من الغني والفقير بنفس المقدار. صحيح. على كل سلعة باستثناء الهواء والماء وبعض الاستثناءات مثل الخضار والفواكه والى اخره. الفقراء اللي بيدفعوا الضريبة الان سامي دحبور، ممكن يكون عندنا طرح من هذا النوع ولا رح نضل بنفس معضلة بروتوكولات والتزامات واتفاقيات؟ اولا يعني قبل الإجابة على هذا السؤال انا بحب ان اعود ل يعني قصة نظام ضريبة القيمة المضافة او قانون ضريبة القيمة المضافة. اولا نظام ضريبة القيمة المضافة ليش نظام؟ النظام من أجل إدخال التعديلات عليه بدون حاجة إلى الرجوع لمجلس تشريعي أو برلمان أو حكومي، بالتالي رئيس الوزراء أو مدير عام الضريبة أو المسؤول كما يسمى بحق اللي يصدر تعليمات كما كان الحاكم العسكري يصدر تعليمات تطبقها بصير بحكم القانون، وبالتالي هو أسهل وأيسر
للتعامل مع التخفيض والرفع او التغيير او التعديل او نعم. التبديل. الان انا بخالف يعني الدكتور ناصر، انا بخالف نظام قانون سمي ما شئت، سمي دستور، انا ما هم كتطبيق الان كتطبيق بالضبط. انا من اجل انه يعني ان حقق عداله اكثر، احنا نطلع على الدول المجاوره، في الاردن مثلا في نظام غير يختلف عن نظام اللي هو ضريبه المبيعات، نعم، اللي هو يعني أكثر عدالة، يعني بفرض ضريبة على السلع الكمالية وعلى السلع اللي بيحتاجوها الفقراء والسلع الغير مدعومة، وبيعفي السلع الأخرى اللي هي مدعومة من الحكومة زي المواد التموينية الأساسية، بيعفيها. وبالتالي أنت ارفع شريحة أو نسبة الضريبة أو نسبة الجمارك وضريبة المبيعات على السلع اللي قد لا يستخدمها كثير من المواطنين، الشريحة الغالبة أو الشريحة الفقراء من المواطنين، وفرضها على يعني اللي بدهم يتمتعوا بكماليات. وانا بستذكر يعني في دول اوروبا مثلا تفرض ضريبه اضافيه او ضريب او يعني رسوم اضافيه على من يمتلك السيارات الفاخره، على بنزينها وعلى يعني على الاحتياجات الاخرى. نعم. طيب يعني هين بنحقق عداله اذا احنا طلعنا من قانون من نظام ضريبه القيد المضافي، على الرغم انه انا مش يعني ضد فرض ضريبة، لأنه في هذا يعني مورد أساسي لخزينة الدولة من أجلها تقدم خدمات صحة وتعليم وبيئة، ويعني وبالتالي أنا يعني يا ريت أن يعاد، وإحنا طالبنا أكثر من مرة ولا زلنا نطالب إنه يكون في هناك يصاغ نظام ضريبة قيمة مضافة يا سيدي، ضريبة مبيعات جديد، ويكون بحلة فلسطينية يراعي أولا البيئة اللي بنعيش فيها إحنا، الظروف اللي بنعيش فيها إحنا، يعني للأسف أنا حكيت إنه في عنا يعني سيطرة كاملة، ما في عنا سيادة كاملة، نأمل. هذا الحكي ممكن نشوف ناصر طهبوب، ممكن هذا الحكي بالفعل يصير نشوف سياسات ضريبية؟ بدك جواب أمين؟ بدي جواب أمين ومباشر، جواب أمين مرتبط بجيب المواطن بغض النظر قانون نظام أو خلافه. اللي بتفضلوا فيه الإخوان ترف فكري، ترف فكري، ترف فكري مش ممكن، غير قابل للتحقيق، مش ممكن. يعني أولاً إحنا لغاية هذه اللحظة جزء كبير ضريبة القيمة المضافة تشكل ما لا يقل عن 70% من إيراداتنا الضريبية، والعبث بهذا النظام أو إدخال أو تعديله أو اللي بتفضل فيه الإخوان هو تعديل جوهري كامل، تحول من ضريبة قيمة مضافة لضريبة مبيعات. وأنا بعتقد أنا يعني أنا بعتقد هذا على الأقل يعني التغيير مش بس ممكن. خليني أكمل لك شو اللي بيمنع هذا التغيير؟ أنا بديت أحكي عن منظومة الضرائب. منظومة الضرائب يجب أن تكون منظومة مستقرة، الناس بيعرفوا الضرائب بالضبط، بيعرفوا واجباتهم، بيعرف حقوقهم، وكل لا يجوز إدخال تعديلات إلا إذا كانت هذه التعديلات يعني بسبب خلل جوهري وإصلاحها. ألا تعتقد أن النسبة الحالية لا تعتبر خلل جوهري 16%؟ لا 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 لا، تأخذ من جيب المواطن يا أستاذ ناصر. أنا بدي أكمل لك. كبرى شركات البلد، الاتصالات الوطنية، البنوك، المؤسسات الكبرى، بتدفع ضريبة بنفس القيمة اللي بتدفعها سائق التاكسي. أولاً في ضريبة القيمة المضافة مش الشركات اللي بتدفع، المواطن اللي بتدفع. المقصود إنه هاي الشركات في النهاية تدفع نسبة ربحها ضريبة القيمة المضافة. أولاً ما زلنا بتدفعها بنفس النسبة يا أستاذ. إحنا كل بيدفع بنفس النسبة. ما زلنا مرتبطين إلى أن يتم الاتفاق على شكل جديد من العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل. ما زلنا مرتبطين ببروتوكول باريس. بروتوكول باريس بيحكي عن فارق حتى بعد ما صارت فلسطين دولة لسه احنا في باريس. نعم، الاتفاق يعني لسه عاصمتنا باريس، لسه عاصمة فلسطين باريس. الاتفاق بيربط 2% اقل. انا بدي اقول لك يعني من خبرتي في مجال الضرائب، احنا كان في تفاهم في ضمن منظومة الضرائب بين القانون وسلطة الضرائب والمكلفين وممثلي المكلفين وهيئات حل النزاعات القضاء، انه احنا تركيزنا الاساسي على الضرائب غير المباشره اللي ضريبه القيمه المضافه، والتخفيف باقصى شكل ممكن في مجال ضريبه الدخل. وبعتقد انه هذا تعايشنا لفتره طويله في هذا المجال. وضريبه القيمه المضافه انا بحب اذكر انه هي ضريبه التزام ذاتي، بمعنى المكلف بيصرع عن صفقاته، بخصم مدخلاته، وفي النتيجه هو يعني
ما يفحص. بس لا تنسجم مع دخل المواطن. ما أنا أنا معك. ضريبة لا تنسجم أنا مع أنا دخل معك. المواطن. مش المواطن هذا. مش هذا. حيله يا سيدي مش هذا. الضرائب. مش هذا الخلل الوحيد. الخلل ما بقدر. أنت على كل كبيرة وصغيرة الآن بيدخل الغني والفقير على أي بقالة على أي سوبر ماركت بيشتروا نفس السلعة بنفس الثمن عليها نفس الضريبة نفس الرسوم الجمركية ونفس ضريبة القيمة المضافة. يعني بس خلينا أنا يعني نفكر بصوت عالي. إذا أنت بتحكي عن معدل دخل فرد في إسرائيل 33 ألف دولار ومعدل دخل الفرد في فلسطين 1300 ل 1500 دولار، معنى هذا أن الضريبة القيمة المضافة لازم تكون 1% إذا بالنسبة والتناسب. الآن يعني عبر من العام 94 إلى اليوم ضريبة القيمة المضافة هي أحد المصادر الأساسية لموارد السلطة واللي ترجمت في التعليم وفي الصحة وفي نفقات السلطة واللي كانت تشكل مصدر أساسي. يعني ما بنقدر يعني بالمنطق البسيط نقول بدنا نلغي ضريبة القيمة المضافة اللي تشكل 65% أو 70% من دخل الإيرادات السلطة حتى نحقق عدالة. العدالة أنا بعتقد أنه في فلسطين العدالة تتحقق بالتغطية الصحية اللي أنا بعتقد أنه فلسطين وصلت لمرحلة يعني بأفضل أشكالها في مجال تغطية التأمين الصحي. عمليا في فلسطين كل فلسطيني يحصل على تغطية صحية وفي ضمن الإمكانيات المحدودة. عمليا النظام العام يغطى بموارد السلطة، عمليا التعليم يغطى بموارد السلطة. أنا يعني بعتقد بتمنى يعني في اجتهادات هو ناصر طبعا. انا معليش لو كانت انا بقول لك انا كمواطن لو كانت الخدمات الصحيه بتتقدم لي مقابل هي الضريبه انا سيدي ما بروح على المستشفيات الخاصه اذا تكرمت على هداسه ولا بودي اولادي على مدارس خاصه. بس اذا بتطلع على التحويلات خلي رزق ترى فكري انتم اللي بتحكوا فيه يعني ما بنقدر نغير. فرضت علينا ضريبه القيمه المضافه، باريس عاصمتنا وستبقى عاصمتنا والضريبه 16% عند اسرائيل 18 واذا صارت عند اسرائيل 20 راح تصير عندنا 18 واذا صارت عندهم 25 راح تصير عندنا 23. هيك المسلسل يعني انا باعتقادي 20 سنه ما قدرنا نغير ولا شيء. اذا كان المطالبه بوجود قانون فلسطيني بصبغه فلسطينيه وبحله فلسطينيه طرف فكري يعني انا بعتقد اخي ناصر يعني من العيب انه نتحدث بهذه الطريقه. انا باعتقادي هيك. انا لست ضد ان يكون هناك رافد اساسي للخزينه بغض النظر ضريبة القيمة المضافة ضريبة الدخل ضريبة الأملاك أي نوع من أنواع الضرائب هذه خزينتنا وإحنا بدنا نرفدها. بس ولكن يا أخي من العيب أنه نرفدها بقانون فلسطيني يكون على الأقل شكلا أن يكون لنا قانونا فلسطينيا نتعامل معه وفق معطيات فلسطينية يراعي المصلحة الوطنية الفلسطينية بدرجة الأولى واثنين يعني كما تقديرك هل المصلحة الوطنية برفض الخزينة بالإيرادات؟ ولا المصلحة الوطنية برفض المواطن ليظل واقف على أرضه اللي كل الحكومات من فياض للحمد الله لغيرهم الكل بيقول دعم صمود المواطن وبنفس الوقت بياخد ثلث اللي بجيبته ضرائب ورسوم 30% ما فيش عندنا مواطن من جيبة المواطن رايحة ضرائب ورسوم. يجب أن نحافظ على المواطن وعلى صحته وعلى تعليمه وعلى غذائه وعلى وجوده على هذه الأرض لأنه لم يبقى لنا الاحتلال شيء سوى هذا المواطن. يجب أن نحافظ عليه من خلال الضرائب من خلال الصحة من خلال التعليم من خلال وجوده إنسان يدافع عن هذه الأرض. هلأ أنت بدك يعني الضرائب تهلك الإنسان طيب. تهلك المواطن الفلسطيني. طيب نأخذ نفس الموضوع مع الأستاذ سام بس نأخذ أبو أيوب من طول كرم تفضل نأخذ مشاركة. أهلا بك تفضل. أستاذ أنتو يعني الضرائب يعني إيش مفروض علينا صار يمكن واحد الشعب بحاول يتعايش مع هيك إشي بس ما شايفين يعني لا في الصحة إشي مميز ولا في التعليم إشي مميز. وإشي ثاني كمان إنه طريقة اللي بيجبوا فيها الضرائب عنا يعني لما تروح تدفع ضريبة على مركز الضرائب اللي عنا بتحس إنك أنت مجرم فايت بدك تدفع اللي عليك بدك يعني ما بتحس حالك إنك أنت مواطن جاي تقدم إشي للدولة تحس حالك أنت متهم أو مجرم جاي تدفع للدولة. فالمفروض يكون شوية أسلوب يعني أنا جاي أقدم فلوس مش جاي أخذ منكم لا جاي أعطي بس لازم يكون اسلوب حلو شوي مرتب مش اكون انا مجرم انا يعني تحس بيصير بينك وبين اي موظف الضرائب عداء او شيء زي هيك ما بتعاملوا باسلوب حلو او اسلوب مرتب شوي اني انا جاي اقدم شيء يعني كل اسلوب تنفيري او مكاتري او بعرفش كيف تتسمى يعني. شكرا ابو ايوب لرسالتك المباشره لوزير الماليه او وزاره الماليه. سامي دحبور ممكن نغير ممكن يصير عندنا تعديل ولا بنضل نحكي فرق
2% بيننا وبين اسرائيل. وواضح برضه اللي اشاره الاخ انه هو قضيه غياب الثقه بين، يعني انت عم تاخذ مني ضريبه، عم ترهقني، جيبتي اصبحت مستباحه لك كدائره ضريبه، وبنفس الوقت واضح انه في خلل في العلاقه من حيث قضيه انه كانها الضريبه بتشكل سيف على رقاب المكلفين او سيف على رقاب المحاسبين. كيف العلاقه هاي ممكن تتضمن تقديرك؟ وبنفس الوقت نرجع لقضيه نسبه الضريبه، هل تتفق مع ما اشار له الاستاذ ناصر طهبوب ولا لا؟ يعني انا ممكن يعني اعلق على كلام الاستاذ ناصر طهبوب، انه احنا يعني ما بنطالب هير ان نحن نلغي الضريبه او نعزل الضريبه او نحكي انه الضريبه هاي بالمطلق غير عادله، او يعني هاي الضريبه يعني مؤداها نحن من جيبه المواطن وبتروح ابصر وين يعني بتروح. لا، انا بقول انه مثل ما قال الاستاذ خليل رزق، الضريبه واجب وطني. تمام، احنا بنكون بلدنا، احنا بنكون بطننا، وقانون فلسطيني او نظام ضريبي فلسطيني لا يلغي كل هذا الحكي. لا بالعكس، يعني احنا اللي بنطالب فيه تعديل النظام ضريبة القيمة المضافة، يعني قد يكون افضل بكثير قانوننا ابننا، احنا اللي سويناه وفق ظروفنا. ونسبة الضريبة، يعني انا بشوف كثير من الناس بيفرحوا او يعني بعرفش يعني الساسي او الاقتصاديين، كل ما انخفضت نسبة الضريبة، فرض الضريبة عنا في الضفة الغربية او في قطاع غزة، كل ما كان افضل للخزين، كل ما يعني زاد المبيعات عمليا، نعم. كل ما يعني كان لخزينة الدولة افضل لنا. بالنسبة لعامل الثقة اللي تفضل فيه اخونا من طول كرم، بالنسبة لعامل الثقة احنا بنطالب انه يكون في هناك توعية ضريبية. يعني في قصور في هذا الجانب، قد يكون القصور من جانب الدولي او قد يكون القصور من جانب الاخوان القائمين على وضع رسم السياسات. وقبل كل هذا الحكي، الضريبه لها اهداف، لا يجوز ان يكون الهدف الاساسي للضريبه هو جبائي. يعني في هناك اهداف اقتصاديه، في هناك اهداف اجتماعيه، في هناك اهداف بيئيه. يعني ممكن نفرض ضريبه على قطاع معين من اجل ان نحد من مثلا تلوث بيئي، ممكن يعني على ظواهر اخرى مثل يعني السجائر إلى آخره اللي هي ظواهر اجتماعية، نحد منها، نفرض عليها ضريبة أعلى، ويعني أشياء ثانية نشجعها نفرض عليها ضريبة أقل. نعم. فهي سياسي ضمن سياسي. أنا ما بقول إنه الضريبة، ولا الأخونا خليل رزق بقول إنه الضريبة والله هي جريمة. طيب. تسمح لي أرجع للأستاذ ناصر طهبوب، إذا كان بنحكي إنه الأصل في الضريبة تحقق نوع من العدالة، والأصل إنه يكون لها أهداف اقتصادية، كيف ممكن نفسر انه المواطن في الداخل عم بدفع 18% بالوقت اللي دخله 15 مره ضعف دخلي، وانا بنفس الوقت بدفع تقريبا نفس نسبه الضريبه اللي هي 16%؟ هون انا بعمل مقارنات بين جهتين، هناك دخل عالي بيدفع 18، هون دخل متدني بل تحت خط الفقر كمان اكثر من 50% من الاسر، وعم تدفع هاي الاسر، يعني الاسره الفقيره الان اللي عم تاخذ 700 شيكل كل 3 أشهر من وزاره الشؤون الاجتماعيه بتحط ثلثهم ضرائب. أي اقتصاد أو أي ضريبة هاي اللي بتعمل هذه الفجوة الضخمة بين الغني والفقير من جهة، وبين مصالح الدولة التي لا تأخذ بالاعتبار أي مصلحة للمواطن؟ أولاً أنت بتتحدث عن إشكالية من ضريبة القيمة المضافة، بس هي الإشكالية كتير أكبر من ضريبة القيمة المضافة. الدولة حتى تحقق أهدافها، معروف شو أهداف أي دولة، أهداف أي دولة تقديم خدمات للشعب، فتحقيق العدالة، توفير أحسن فرص للتشغيل وأحسن فرص لاستغلال. هل هذا الحكي حاصل الآن؟ هل هذا الحكي موجود؟ هذه الأهداف الكلية للدولة، بس إذا أعطيني أكمل. وعادة الدول حتى تحقق العدالة ما بتستعملش نوع ضريبة واحد، تستعمل أكثر من نوع ضريبة حتى تحقق العدالة. وعادة الدول بتراعي مستوى تكلفة الحياة مقابل مصادر الدخل، مستوى الدخل. ويعني بالواقع الفلسطيني بالتأكيد غير قابل للتحقيق، بس أنا بطلع على الجهد، وأنا يعني في يعني بحب إني أكون فخور بما تقوم في الحكومة، وأنتقد التقصير اللي أو ما أتمنى أن تقوم به الحكومة. اليوم بظل الموارد المتاحة سواء من الضرائب أو المساعدات الدولية، أنا بعتقد إنه إحنا ما زلنا بحاجة لحجم تمويل هائل لا نحصل عليه لغاية اليوم، سواء على شكل مساعدات دول مانحة،
عربية وإسلامية ودولية وإسرائيل كما تفضل أبو أشرف في البداية على شكل مساعدات وعلى الحصول على استثمارات خارجية من أجل توسيع ممكن فرص العمل. ممكن تسمح لي أسأل السؤال بس نيابة عن الموضوع. مش ضريبة القيمة المضافة. إذا تسمح لي بس. المشكلة هي القدرة الكاملة. أنت بتحكي عن الضريبة يا سيدي التي تضرب بصورة يومية مباشرة في جيب المواطن. شو الفائدة؟ زي ما حكى خليل رزق إلا إذا كان يعني رأيك بياخذنا باتجاه آخر خليل رزق. شو الفائدة إني أجبي ضريبة عم ترهق المواطن بالوقت اللي أنا بقول رأس مالي في هالبلد المواطن وكل البلد بتحكي المواطن أغلى ما نملك والحكومة بتقول أنا بدي أدعم المواطن. تقديرك لو شلنا هالضريبة شو بده يصير؟ إذا كان الهدف إنه بقاء المواطن على أرضه. هلا هون السؤال، هل المطلوب الحكومة تدعم المواطن ولا المواطن يمول الحكومة؟ هلا المواطن يمول الحكومة. الوضع الحالي المواطن هو اللي عم يمول الحكومة. يعني أنا باعتقادي إنه إحنا نقضي على ضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر هذا يعني بصفي هناك في خلل. بس ولكن يجب أن يكون هناك جزئيات يجب تناولها ضمن وجود قانون ونظام فلسطيني للتعامل مع هذه الآلية. يعني بمعنى في ظل هذا الدخل قديش تقديرك الأصل في المواطن الفلسطيني اللي لسه منقول تحت الاحتلال وعم بدفع ضريبة أخي ناصر وعم بدفع يعني ضريبة. ممكن تحكي المستوطن يا أستاذ خليل بدفعش ضريبة بدفعش ضريبة يا سيدي. طب يعني إيش نطلب مثلا تصير الضفة الغربية عبارة عن مستوطنة كاملة عشان نبطل ندفع ضرائب؟ إذا المستوطن المحتل الأرضي ما بيدفع ضريبة أنا أدفع ضريبة ليش؟ احنا ندفع ضريبة بس ولكن البعض الذي يتغنى انه في سنة كذا وفي سنة كذا سنصل الى الاكتفاء الذاتي هذا مرفوض هذا كان ايام وغير معقول ايام حكومة فياض وما شفنا منه شيء ما شفنا منه ولا شيء. انا باعتقادي يجب ان يتحمل الاحتلال عبء ما هو موجود الان مقابل احتلاله لارضنا وعدم استغلال جزء كبير من ارضنا من مناطق سي لاستثمارها. إذا معقول يا زلمة أنا أعمل مصنع في رام الله أدفع ثمن قطعة أرض في منطقة صناعية مليون دولار وأنا موجود عندي آلاف الدنومات الواسعة التي ممكن أستغلها بدولارات بسيطة نعم. لإقامة مصنع وتقليل التكلفة بدل ما أعمل مصنع لتقليل نسبة البطالة المتفاقمة اللي راح تنفجر في القريب العاجل سيكون لدينا مشكلة كبيرة اللي هي قصة البطالة طوابير حلها طوابير. نعم. سيكون من خلال إقامة استثمارات جديدة. الاستثمارات الجديدة بدك تقلل تكلفة هذه الاستثمارات بدل ما أنا أعمل جزء من الشباب الآن اللي بيبادروا قبل ما أخذ اتصال على قطر لا وقطر وغير قطر جزء من الشباب اللي عندهم مبادرات ليطلعوا خوفا من العبء الضريبي اللي عليهم مش عم بيبادر حتى ليبدأ بمشروع ورسوم بلديات ورسوم مصالح أخرى. المقصود الرسوم والضرائب أصبحت بشكل عبء كبير. مرهق. ناخذ ابو محمد ونرجع نكمل. ابو محمد تفضل. يعطيك العافية اخ طلعت. يا هلا بك. اخ طلعت سالتك في الاسبوع الماضي عن موضوع الضريبة الاسرائيلية ضريبة 106 فحكيت لي فيش حد من وزارة المالية كان موجود عندك. بدي اعيد السؤال مرة ثانية. انا بشتغل بمصنع هذا المصنع بفرض ضريبة مدفعها بقيمة 18% في اسرائيل. فقبل 6 شهور حكونا انه في مجال انه نسترد جزء من هاي الضريبة عن طريق مكاتب السلطة تعيين محامي. فعيننا محامي فاجأنا قبل شهرين انه كل موظف من الموظفين بنزل من راتب 3000 و 4000 شكل بيحكوا هاي ضريبة مقتطعة من الراتب للسلطة. فبدل ما يجينا احنا استرداد الضريبة انخصم علينا لصالح السلطة. شكرا شكرا محمد. ناصر طهبوب عندك فكرة عن الموضوع؟ معروف هاي ضريبة تدخل على العاملين في نعم. إسرائيل احنا باتفاق باريس كان في النصوص بتقول انه تسترد السلطة 75% من ضريبة الدخل المدفوعة على العاملين الفلسطينيين في إسرائيل و 100% على العاملين في القدس والمستوطنات والمفروض انه إسرائيل بتحولها من ضمن نظام المقاصة. هاي ضريبة الدخل اللي بدفعها العامل على دخله الناتج من عمله في إسرائيل ويعني مثل ما أي موظف في السلطة أو أي عامل في السلطة بيدفع ضريبة هذه ضريبة دخل يعني تورد لخزينة السلطة وهي مبالغ ضئيلة مش مبالغ جوهرية يعني في عمليا في إسرائيل
الأربع آلاف شيكل ما بدفع ضريبة، يعني عمليا ضريبة الدخل لغاية 4000 شيكل معفي. بدي أرجع بس بنفس المحور هون لو سمحت نصر طبو. سامي دحبور تقديرك لو بدنا نحكي الضريبة اللي ممكن تكون عادلة إذا صح التعبير أنه الضرائب المباشرة فيها نوع من العدالة كونها تدفع بنفس النسبة كما أسلفنا على الغني والفقير، قديش لازم أنا كفلسطيني كفلسطيني أدفع؟ ومش مطلوب يا سيدي من الحكومة تدعمني ولا بشيء، المطلوب مني كما ذكر خلي الرزق أنا أدفع للحكومة ضرائب حتى هي تشغل حالها وبس. إيش النسبة اللي تقديرك ممكن تكون معقولة بدل هالـ16% على كل سلعة بيشتريها المواطن باستثناء المياه والهواء تقريبا؟ في يعني هاي تقديرات وزارة المالية، وبتوقع أنه عندهم الخبراء والمختصين اللي يقدروا يقدروا، وإحنا بس ما هم مش مقدرين يا سيدي، إحنا ما هم مش مقدرين. حدا فينا بيسترجي يقول لوزارة المالية خفض 0.5% من طيب من الضريبة ولا لا؟ خلي رزق، إحنا المفروض نستفيد. الضريبة يا سيدي في سنة واحدة ارتفعت مرتين العام طيب الماضي بنفس السنة من 15 ل 15.5 ل 16. نعم صحيح، بسنة واحدة ارتفعت مرتين. احنا بنقدر نقول لوزارة المالية خفض الضريبة يا سيدي؟ هذا يعني احنا ما بنقدرش نقول، لكن احنا بنقدر نقول انه في هناك وزارات مختصة داخل السلطة وتشتغل. تقديرك يعني عندك ودوائر لا 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 ودوائر مختصة بامكانها تستند الها وزارة المالية بالاجل رسم سياسات الضريبة في دائرة الاحصاء المركزي، بتطلع يعني خط الفقر، مستوى خط الفقر، ونطلع عليه نقيس في ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. وضريبة الدخل يعني برضو كمان يعني الإعفاء الضريبي المفروض يكون مثلا أعلى من هيك، مثلا المفروض أنه يقسم لشرائح. نعم. والآن إحنا يعني مطلبنا أنه يا ريت لو يكون فيه هناك نظام نقدر نتحكم فيه أو نقدر يعني نكيفه بطريقة معقولة وتنسجم مع مصلحة المواطن. باعتقادي ناصر طبوب أقل تقدير ما أقل تقدير اتفاقية باريس من إنشاء نظام ضريبة قيمة مضافة عندنا إلا إذا عندك شيء ثاني يعني. أقل تقدير، هل ممكن على الأقل إعفاء سلع الغلابة نسميها السلع الأساسية قائمة من 20-30 صنف؟ نعف العدس يا سيدي والفول والحمص، خبز، نعف الخبز يا سيدي، الطحين الكذا، خلي هالغلبان يا سيدي اللي بياخذ شوية شواكل آخر الشهر يلاقي له يعني كاسة مي نظيفة يشرب فيها أولاده. ممكن سعيد بالأسئلة اللي بتوجهها بس طيب. يعني قلت أول مرة ترى فكري بس هلأ صارت افتراضية عملك اللي بتوجهها. لا يمكن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة. ليش؟ الدساتير تعدل يا ناصر طهبوب. اتفاقية الدساتير مصر عدل الدستور الدستور 50 مرة. أنا ما حتى دساتير تعدل حتى ما نروحش شو المانع يعني؟ شو المانع يا سيدي؟ إذا كان في مصلحة المواطن اللي أنت تدعي دعمه كحكومة ليش ما عدلوا يا سيدي؟ شوف أنا يعني أنا ليش نفهم بس أنا سأضع نفسي في الدفاع عن الحكومة في هذا المجال. طيب أولاً في قدر قدرات الحكومة المحدودة، احنا بنحكي عن موازنة في أقصى مرة كانت 4 مليار دولار كويس، منها 2 مليار دولار رواتب كويس، ومنها 700 مليار دولار مشاريع تنموية، وبالتالي قيمة النفقات التشغيلية الأخرى لا تتعدى. ليش ما يقدرش يخفض الضريبه؟ خلينا اكملها احنا معنا خمس دقائق. انا بدي اجاوبك عشان ننتقل من الجواب الافتراضي. انا بدي اولا اتفاقيه باريس محدده لطبيعه النظام ضريبة. بس خلي رزق بيحكي اتفاقيه باريس يعني يعني 99 هو بيوافقني اني بعرف التفاصيل ب 99. ما هذا الجواب التقليدي اللي بيجاوبونا فيه كل المسؤولين يا لا 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 انا باريس 20 سنه من اوسلو ولسه بنحكي باريس. شوف وانا متى باريس راح تحل عنا هيك؟ هلا لما يقرر المستوى السياسي انه ننتقل لاتفاقيات اخرى، ننفصل نستقل نلغي الاتفاقيه. بس هذا يا سيدي الرئيس طلب يعني طلب تعديل لما صار مظاهرات ضد فياض في الخليل وفي نابلس، قال يا عمي بدنا نراجع. انا الدوله ما حدا راجعه اخي طلعت من اكثر من سنه كل المستوى السياسي حكى بهذا. نعم وما حدا راجعه، ما حدا حكى شيء. اخي طلعت في لما يصير قرار سياسي انه نتوقف عن تطبيق اتفاقية باريس بصير في قرار سياسي. بس ما صار. طب مش القرار بده توصيات يا استاذ؟ بس انا خليني اكمل يعني هل حصل انه رئيس الحكومة او وزير المالية خاطب الرئيس قال له يا سيدي هاي الضريبة هدت حيل المواطن؟ يعني انا مستمتع باللي بتتفضل فيه. هل في توصيات؟ بس انت عمالك بتحكي عن جوهر اساسي لموازنة السلطة، لبناء المال للسلطة. طب موازنة المواطن يا سيدي؟ موازنة المواطن شو هذا يحل فيها؟ هذا يحل بمنطق آخر. وأنا اللي هو يعني اللي هو سريعا المنطق الآخر تشكيل مجلس اجتماعي اقتصادي لفلسطين يضم القطاع الخاص،
يضم منظمات المجتمع المدني، يضم الرئاسة، يضم الحكومة، ويضم بكدار وصندوق الاستثمار حتى نضع أولوياتنا الاقتصادية. إذا ما عندنا أولويات حتى نضع اللحظة ما لا لا حتى نعمل بتكامل حتى اللحظة ما عندنا أولويات حتى نعمل بتكامل. شوف أنا بعتقد الموازنة هي تمثل أولويات، كل موازنة تمثل أولويات حتى نعمل بشكل متكامل ونحدد. أولا يعني وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم بتقدم أقصى مساعدات ممكنة متوفرة لديها للفقراء. إذا بتقول لي في ممكن يعني أنت قد يكون غايب عن بالك، ممكن نخفض إحنا سعر السولار اللي بخفض سعر تكلفة النقل، وممكن يخفض سعر تكلفة المحروقات، في يعني في وسائل متعددة. هذا مش أنا ولا شو اللي بيمنع هذا التغيير الحقيقي الذي يجب أن يحصل؟ مش عم بتم إصدار قرارات اقتصادية مالية مرتبطة ولهذا اللي عم نسمعه يا ناصر طهبوب، اللي عم نسمعه في وسائل الإعلام ومن المسؤولين مجرد لطم اقتصادي ومالي. أنا بناشد ليش ما نقدرش نخفض الضريبة يا خليل الرزق؟ ليش يعني أنا باعتقادي الكل بقول اتفاقية باريس، يعني كل المستويات السياسية حكوا بهذا الاتجاه وطالبوا بإلغاها. أصلاً اتفاقية باريس هي نتاج اتفاقية أوسلو. طب الكل بيقول اتفاقية أوسلو انتهت، طب ليش اتفاقية باريس ما عملها بتنتهي؟ طب احنا اليوم قاعدين بنجري مفاوضات على أسس جديدة غير أسس اتفاقية أوسلو وغير أسس الاتفاقيات الأخرى اللي لحقت وتبعت اتفاق أوسلو المشؤوم. طب ليش اليوم ما في حكي باتجاه الاتفاقيات الاقتصادية اللي بتمس المواطن، اللي بتمس الفقراء من أبناء شعبنا؟ اتفاق باريس أنا باعتقادي يجب على المستوى السياسي أن يعلن عدم التعامل وإنهاء اتفاقيات باريس من الآن. بس تقديرك هل هناك يا أخي كلها خير بس لأنها من الإسرائيلي ما بناش فيها. هل هناك من يدعي أنها اتفاقية سيئة الصيت وسيئة التطبيق أيضا؟ يعني بمعنى فيها بعض المنافذ اللي أشرها مصطفى، نقدر الآن من بكرة نخفض سعر الديزل 40% على الأقل الآن بس بدها إرادة من وزير المالية، بدها إرادة من الحكومة. أنا قررت أخفف على الطالب، أخفف على السائق، أخفف على المواطن، أخفف على القطاع الصناعة الفلسطينية، على الزراعة، على الصناعة الفلسطينية، وعلى كل شيء. لكن يبدو أنه هذا الحكي مش عم نشوفه على الأرض. بنصف دقيقة سامي دحبور، ممكن نحصل على تغيير بهذا الشكل أو شو المطلوب في المرحلة القادمة حتى نشوف سياسات تقديرك ممكن تنسجم مع مصلحة المواطن؟ بنصف دقيقة. يعني أنا بعيد بكرر وبطالب أنه تشكيل مجلس وطني للضرائب يرسم السياسات، يراجع، يعدل، يوازن ما بين احتياجات المواطن وقدرات المواطن والتكليف الضريبي اللي على المواطن، ويطلع في أو يخرج بسياسات ضريبية تتناسب مع الواقع الفلسطيني. والضريبة بالعادي أو بالأصل هي ليست عقوبة على المواطن، هو تكليف، هو واجب، وبالتالي هي عقد. بس هل تعتبر حاليا عقوبة خلي رزق؟ هل تعتبر حاليا عقوبة طالما أنا مش عم بتلقى خدمات تنسجم مع هذا الدخل؟ يعني أنا باعتقادي يجب أن أتلقى خدمات زي ما قال البعض من المواطنين، نريد صحة، نريد تعليم، نريد خدمات، لا نريد رفاهية، نريد خدمات أساسية. شكرا بهذا نريد خدمات أساسية. شكرا سامي دحبور، وقت البرنامج انتهى. شكرا خلي رزق، شكرا ناصر طهبوب، كنتوا معنا في هذا اللقاء المباشر من برنامج ملاحقة اقتصادية. شكرا لكل اللي كانوا معنا اليوم على الهواء مباشرة. كونوا معنا الأحد القادم بنفس الموعد. هذا طلعت علوي، يحييكم.